شوية ما خلتوش معناها ما خلتوش النيفو نتاعنا. عياض اللومي النائب المستقل عنده رأي مخالف، يقول رئيس الجمهورية في مأزق لأنه المشيشي ما قدمش استقالته. وأنا في رأيي هناك مأزق الآن، لأنه سيد رئيس الجمهورية لا نجم يقدم لا نجم يقف في بلاد، بمعنى وأنه اليوم الوضعية غير قانونية. مثلا السيد المشيشي راهو ما استقالش، الخطاب اللي قدمه سي هشام المشيشي قال راهو انا اضع نفسي على ذمه السيد رئيس الحكومه الجديد اللي باش يقترحه رئيس الجمهوريه. بمقتضى شنو باش يجيب؟ هل هناك في بلد قانون كما تونس شخص باش يقبل وانه باش يدخل في وضعيه غير قانونيه؟ اذا كان البرلمان مسكر كيفاش باش شكون باش يصادق عليه الرئيس هذايا بتاع الحكومه؟ وإذا كان هو يقول لنا راهو شهر وباش يرجع، طبعا أنا ما نمنش بالنظرية هذه اللي جابها السيد رئيس الجمهورية، لأنه الشعب في مخه البرلمان انتهى تسكر. يعني اليوم حطنا في مأزق قانوني ومأزق دستوري، كذلك العالم اللي يتعامل معانا يقول له شنو هي وضعيتك؟ إذا كان عمل ثورة، قول أنا نقول راني عملت. به كان واضح موقف عياض اللومي، يقول لك ما قرر لا مشروع ولا دستوري، ويمكن يفضل اكثر يميل اكثر الى الذهاب نحو الحوار. هذا اللي قالوا البارح. اي هذا اللي قاعدين نسمعوا فيه في الايام الاخرى، وحتى بين حركه النهضه يشير مساله الحوار لانه طالبين مشاورات وما الى ذلك. لكن لا اعتقد انه بعد اللي عملوا قيس سعيد اذا باش يمشي للحوار ما عملنا شيء، ما علاش 25 جويليا وعلاش اللي صار هذا الكل؟ معناها يا اما نحاسبوا ومن بعد نتحاوروا، بعد ما نحاسبوا الناس اللي اذنبوا واللي اخطئوا واللي تسبوا في الكوارث اللي صارت للشعب التونسي في الفتره الاخرانيه، والا ما عملنا شيء. وقتها يذري حتى قيس سعيد ممكن يلقى روحه في مأزق هو بيدو. والله مسألة الحوار طرحت، إبراهيم بودربيلة عميد المحامين يقول لك وقت اللي حضرنا احنا كمنظمات حساسية، تعرف الحوار الحوار ولات كما حكيت اللجنة قبل يبعثوا لجنة توا يبرا نبعثوا حوار. دونك نذكر باللي قالوا عميد المحامين إبراهيم بودربيلة، يقول لك في اللقاء طرحت المسألة هذه، ويقول انه رئيس الجمهورية منفتح على جميع الأفكار بشريطة انه الحوار يكون برؤية حديثة وبتطبيقات حديثة، وانه لا مشاركة للفاسدين، يعاود نفس الجملة، لا مشاركة للفاسدين في هذا الحوار، وأنه يمشي في مسار يخرج البلاد من أزمتها ويرجع دواليب الدولة للسير العادي متاعها. هنا فما ساعة حكيت الحوار كما كان يقول عندهم التوانسة موفي سوفنير من الحوار. 64 نقطة وقتها 64 وحنا في الأرى في النقطة، أعطيني نقطة من النقاط متاع 63 أبار نقطة العنوان الكبير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى فقط لا غير. صحيح تصلاحات كاسكو ساكوت كي تقول جولة كيك صافي سيونتيفيك صافي كومبيتون اجتماعات ومصروف وتكاليف والبلاد واقفة. عياض اللومي معناها اللي أنا شخص معناها نحبه برشا خاطر هكا معناها ساغريابل كي تحكي مع عياض اللومي، ننصح قول له ما توليش نور الدين البحيري نتاع قلب تونس. لكن استقال من قلب تونس، لما يقول لك هذه افكاري انا وتعبر عليا انا كنائب مستقل موجود في المعارضه حاليا. احنا معناه بروفيسيونيل نعرفوا اللي هو استقال قاعد قايد على قلب تونس. قول نور الدين البحيري نتاع روحه نتاع روحه يمكن خير. معناها ديما توا تهدد قدر عنده يهدد باش يسحبوا الثقه ولا كيفاش هو باش الديستيتيوسيون تاع الرئيس يجرب واحد فيهم توا يمشي يقدم مطلب باش يسحب الثقه. معناها جو بونس اوسي كو سي ديز اكستريم. علاش التمثيل؟ ريت بكري نحكيو على النهضه، عندك الاكستريم على اليسار سمير ديلو والاكستريم على اليمين معناها نور الدين البحيري. دونك حتى حركه النهضه زاد علاش العباد تلوم الازدواجيه؟ بربي انت حط روحك في بلاصه نهضاو في الانتخابات يقولوا لك هذاك راهو فاسد كبير، وبعد تلقى روحك متحالف معاه، تلقى روحك تبوس في صديقك نتاع قلب تونس. من بعد حتى داخلين ريت حادثه كيما هكا ما عندهمش موقف موحد، يخرجوا لك الجوكير نتاعهم وقت اللي تاكل بعضها، يخرجوا لك الجوكير سمير ديلو وقت اللي يحبوا يظهروا اللي هما صعاب وكل شيء، يخرجوا لك نور الدين البحيري وقت اللي يحبوا يدافعوا على الشيخ شكون يخرجوا لك؟ انت قولي اختاري بعدنا على كمل تحليلك بعدنا على المشاكل. رفيق عبد السلام ويمين الزغليمي، يمين الزغليمي تنجم
معناها تعمل لها اللي تحب لكن ما تمسلهاش. انت متاكد اللي صار تحالف بين حركه النهضه وقلب تونس؟ هذاك معناها نعرفك وين تحب توصل. نخدموا سسبانس شوي. نعم نعم معناها كيفاش جمي ماما وفي وانا في الف ايبا الجواب يجي على لسان النائب عن كتلة حزب قلب تونس شيراز الشابي. يقول تقول لك قلب تونس ما توافقش مع النهضة ولا نعرف زادا مكان وجود نبيل القروي. ها واش كلمته ها هاتنا يلا سمعونا شيء. من المغالطات اللي يصر عليها الإعلام. احنا عمرنا ما كنا في ائتلاف مع حركة النهضة. الائتلاف يجي معناتها بنص الدستور. الائتلاف يكون ائتلاف حكومي. معناتها ناس يتفاهموا باش يعملوا حكومة مع بعضهم كيف ما عملوا حكومة الفخفاخ مثلا. هذيك حكومة ائتلافية لأنه كان فما ممثلين من مختلف الأحزاب ووزراء كانت التيار مع حركة النهضة معها تحية تونس معها كتلة الإصلاح عملوا حكومة مع بعض. هذوما عملوا حكومة ائتلافية مع بعضهم حركة النهضة وقلب تونس وتحية تونس وكتلة الإصلاح صوتوا لحكومة المشيش. معناتها صوتوا لحكومة اختارها رئيس الجمهورية وقدمها رئيس الجمهورية للبرلمان في حالة مختلفة. احنا هونية معناتها عملنا ائتلاف او حزام سياسي حول حكومة المشيش. عندنا سياسة مشتركة وبرنامج مشترك نطبقوا فيه احنا مع حركة النهضة. به شيراز الشابي تقول لك مانيش متحالفين مانيش ما ثماش حتى شيء ما بيناتنا فقط تتفهمنا على نقطة واحدة هي انه نكونوا حزام سياسي ونمنحوا الثقة لحكومة المشيشي فقط لا غير ويزيو من المغالطات الإعلامية اللي قاعدين تقولوا فيها في البلاتوات الإعلامية. دونك يزي من المغالطات يا حاتم اللي تقول فيها نحن مدام شيراز قبل ما يسكروا لجيوت نجم تشارك في الجمباز عندها تريبل سالتو أريير حاجة معناها ما ريتيش نادية كومانيتشي في زمانها. دوك جو بونس بعدش يقول لك يا خويا نحن العبيد علاش ما همش يصدقوا فينا ترى في الاحتلال ريت ويات كي مرقد جبال هذه جمع بين زوز الاحتلال. وبعد يقول لك الاخر يقول لك سيخرج نبيل معزز مكرم مش احتلال. الاخر كي يقول لك ما فما احتلال شنو هو الاحتلال جمع بين شنو حاد ما تلعب بكلمات من العب انا مخي قلقوا الاحتلاف احتلاف ستر هذه لجت ائتلاف لجت احتلال لجت تحالف لجت حتى شيء ما فهمتش وين الكاميرا بربي احمد ربي ما قلتش احتلاب خليفه بديع بديع بربي بعشر رقم ما نقولوا صحيح ولا لا لا بالحق عملك مهمشة حتى مش انا مهمشتك هذايا اللي لم نكن في احتلال. شوف اللي وقع مثل صدمه انا ديما نقول ثم جزء من الطبقه السياسيه والحزبيه في بلادنا ما عندهمش قدره على الاجابه مش ميحبوش مش فاهمين مش قادرين وراه مشكل كبير في الحياه السياسيه. ما عندناش ناس متسيسه ما عندناش ناس متكونه في صياغه الخطاب في التعبير عما يريدون في الخروج من الازمات. شوف تورنادا متسيسين انا نتبع في بيانات النهضه وقبيل انتم تحلوا فيها نحسها تتبع في البيانات الدوليه والاقليميه مش قاعده مركزه ياسر لهنا قاعده تطور في موقفها بتطور المواقف الدوليه والاقليميه خاصه تركيا اي طبعا تركيا المواقف الامريكيه اللي شاده فران بين هكا وهكا الاتحاد الاوروبي فرنسا هبطت موقف قاعدين يتماهون تدريجين راجعوا خلوا قواعدهم في الشارع ماشيين مطالبين الحوار بدأوا يقبلوا بأمر الواقع ولكن إلى نص طالبين بعودة المؤسسات بما فيها البرلمان اللي طالب بها معناها الأوروبيين وغيرها يتبعوا البقية ضايعين في فكرة السياسة. الأخت شيراز توا أحبيبتنا وكل شيء أولا ما تدخلش الإعلام في الهدرة اللي عم السياسة ما عمره يسب الإعلام للشباب في الحياة السياسية ما تدخلش في الإعلام ورد بالك لولا الإعلام أي طرف سياسي يجي يرحيك يستبد بالسلطة. اليوم اللي واقف واللي نحذره من المحاذير هو الإعلام في بلادنا توا والاتحاد العام تون الشغل اللي كانوا يسبوا فيه معظم قوى سياسيين مشاو تكلم بجرأة مع الرئيس وندعموك الخيارات الشعبية ولكن زاد عندك المحاذير ما ثمش تحالف لا ثم تحالف
وعلى شنو مشكل ما يدخل في التقييم والتحالف مش قضية الحكومة. أنا نشوف التحالف بتاع قلب تونس هو التحالف على سعيد البرلمان، واقترح موضوع عزل رشد الغنوشي من رئاسة البرلمان طبعا مش كان بذاك انتخبوا أنصاره، أنتم قلتوا لا حقم هذا تقدير كم شأنكم بشهربوا من البنار أو بشهربوا من البنار أي ما هذاك غاديك تعال. وانا اعتقد لو لم يكن رئيس غنوشي رئيس البرلمان ما كان البرلمان بتلك الشكل. بديع يلا نختم معك. ما نجموش ما نحكيوش على ائتلاف حاكم كان بين قلب تونس والنهضة، ربما لانه شافوا توا ائتلاف الكرامة حتى ائتلاف الكرامة باش نوصلوا منه بدرجة اقل، لانه في المشهد معناها خلينا نقولوا كنا ديما نحكيوا على جوز ريوس نداء نهضة قلب تونس نهضة منو كان الوريث الشرعي بن ظفرين لنداء تونس في الفترة الاخرانية، لكن عارفين اللي النهضة تغرق دونك ماذا بهم ينقزوا من المركب هذاك علاش ما لكن ما هيش ظاهره سياسيه سمحونا تونسيه يعني ما هيش ظاهره تونسيه الائتلافات بين الاحزاب وتغيير المواقف من بين معنا من الحملات الانتخابيه الى وقت المرور للحكم وممارسه السلطه ما هيش ظاهره وخاصيه تونسيه حتى. اما سرعه قلبين الفيستا معناها عندنا ثلاثة ركورات البارح، اسامه الخليفي عنده زوز ركورات البارح في قلبين الفيستا 24 ساعه معناها حاجه ما تراهيش. اون بلوس انا لامبريسيون اللي نهضه وليد دانكو لا بيست نوار لعبت الكل تتنصل ما نعرفوش عمري ما ريتو جامي فيو هكاك معناها. يلا نوصلوا بكم للسبعه وخمسه وخمسين دقيقه على اي اف ام احلى غاديو ديجا عندك ما تقول نجم نعطيك دقيقه راه وي ساعتنا الاولى في ساعه عديت مع حاتم بالحاج الوقت ده. اي باش عامل له